بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقتنا اليوم عن ثلاث معالم متقاربة تقع شمال شرق مدينة العلا، وهذا أول المعالم جبل خرب، ويسمى أيضا مشاش خرب، وهو جبل صغير منفرد وغريب الشكل، وذلك بسبب كثرة الأقواس والشقوق المتواجدة فيه. كما يحتوي على بعض النقوش والكتابات الأثرية ووجود مائدة صخرية صغيرة أمامه. المعلم الثاني هو جبل الغلالة، ويتميز بشكله الفريد من نوعه وتركيبته العجيبة، ويعتبر جبل الغلالة من المعالم المعروفة قديما واستراحة للمسافرين، حيث يوجد به عشرات الغيران، ولكل غار منها مدخل وإطلالة رائعة. والمعلم الثالث هضبة أم مراقي، وسميت بهذا الاسم لوجود حفر من صنع البشر قديما للصعود إلى أماكن تجمع المياه لفترات طويلة بعد الأمطار، وتسمى تزلات، ومفردها تزلتة، وتوجد واحدة منها جنوب الهضبة والأخرى شمال الهضبة، وتتميز الشمالية باتساعها وشكلها الفريد. ويمكن الوصول للمواقع الثلاثة عن طريق مدينة العلا بمسافة 84 كيلومتر باتجاه الشمال الشرقي مرورا بالحجر. أو عن طريق مدينة تيمة بمسافة 100 كيلومتر جنوبا. علما بأن المسافة بين المعالم قرابة 20 كيلومتر. وإلى هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم، وشكرا لكم على المشاهدة.